سمير فقيه يكشف حقيقة وفاة الفنان عادل إمام. حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام فجرا. حقيقة وفاة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا. أهم أخبار السعودية. حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب عادل إمام ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنان المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. حقيقة وفاة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بجمهورية مصر العربية والوطن العربية بخبر وفاة الفنان المصري الكبير عادل إمام، بعد أن خرجت شائعات وفاته عدة مرات قبل ذلك، كان آخرها في شهر مارس آذار 2020. وقالت وسائل إعلامية مصرية اليوم السبت إن كل ما يتداول حول وفاة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا المستجد عارية تماما عن الصحة، وهو يتمتع بصحة جيدة ويرقد في منزله، لافتة إلى أنه يقضي حاليا إجازته مع عائلته في الساحل الشمالي. وخرج العديد من الفنانين والإعلاميين في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لينفي تلك الشائعات مؤكدين أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة، حيث علق أحدهم: لا يوجد فايدة، لقد مللت والبيخين لا يملون، الأستاذ عادل إمام بصحة جيدة والحمد لله بألف خير. وبدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل البحث عن فضيحة مع مرفت أمير وسمير صبري، وعنتر شايل سيفه مع نورا، والبحث عن المتاعب مع محمود المليجي وناهد شريف وصفاء بالسعود، إحنا بتوع الأتوبيس، ويعتبر من أهم الأفلام السينما المصرية حيث تطرق لأمور ذات طابع سياسي حاد، وفيلم رجل فوق صفيح ساخن مع سعيد صالح وناهد شريف في عام 1979. ومع بداية تسعينات القرن العشرين أخذت أفلامه الصبغة السياسية الاجتماعية التي تعكس اهتمامات رجل الشارع العادي في المجتمع المصري والعربي بشكل كوميدي، وشكل فريق عمل ناجح جدا مع السيناريست وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، ولقد حقق نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة على المستوى المحلي والعالمي في دور زكي الدوسقي في فيلم عمارة يعقوبان الذي أشاد به النقاد الدوليين والعالميين، وعرض الفيلم في عدة مهرجانات عالمية وفي مهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، وتلته نجاحات في أفلام مثل مرجان أحمد مرجان وحسن ومرقص مع الفنان عمرو الشريف وبوبوس مع الفنانة يسرى، كما عرف عنه تشجيعا للمواهب الجديدة بمشاركتهم ببطولته أعماله، حيث شاركت أمامه الممثلة نيلي كريم ببطولة فيلم زهايمر عام 2010، وشارك الفنان في العديد من المسلسلات والمسرحيات الكوميدية، كان آخرها في المسلسل الرمضاني فالنتينو بعد غياب عن الدراما الرمضية العام الماضي، حيث تحظى بشعبية واسعة بين الجمهور في العالم العربي. حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام فجرا بسبب فيروس كورونا. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء بشأن وفاة الفنان المصري عادل إمام، وخرج الصحفي ومعد برنامج أحلى النجوم المذاع على فضائية المحور المصرية من تقديم الإعلامية بوسي شلبي لينفي تلك الشائعات، وأكد أن عادل إمام بصحة جيدة. وكتب فقيه عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: لا يوجد فائدة، لقد مللت والبيخين لا يملون، الأستاذ عادل إمام بصحة جيدة والحمد لله بألف خير. وأشار فقيه إلى أن عادل إمام يقضي حاليا إجازته مع عائلته في الساحل الشمالي، واختتم توضيحه قائلا: وهذا بمثابة أخبار مني لكل من يسأل عن صحة الزعيمة. ونفى إمام وقتها تلك الشائعات لبرنامج الحكاية من تقديم الإعلامي عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر، وأضاف: أنا في البيت وتحت اللحاف بقرأ الجرائد وبحلل الكلمات المتقاطعة دي عادة بقى، معلنا في الوقت ذاته عن انتهائي من تصوير مسلسله الرمضاني. ووجه عادل إمام حديثه للشعب المصري قائلا: يا رب يبعد عنكم الأمراض وكل مكروه، يا رب يخلي قلوبكم سمحة وجميلة. وشارك عادل إمام في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل فالنتينيو بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضي، إذ كانت آخر عمله مسلسل عوالم خفية الذي عرض في رمضان 2018.
اليوم السابع يوضح حقيقة وفاة عادل إمام بوعكة صحية مفاجئة. نشر موقع اليوم السابع حقيقة وفاة عادل إمام بوعكة صحية مفاجئة، حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس خبر وفاة الفنان المصري الكبير والبالغ من العمر 80 سنة في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة، لكن مصادر رسمية لم تتحدث عن هذا الخبر حتى هذه اللحظة. وأكدت مصادر عائلية للموقع اليوم السابع أن الشائعات المتداولة للفنان المصري عادل إمام في حالة صحية سيئة أو أنه توفي لم تكن صحيحة، داعية النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التوقف عن نشر الأكاذيب وإيقاف بث هذه الأخبار إلى المتابعين. يشار إلى أن شائعات وفاة الفنان الكبير عادل إمام لا تتوقف عن التداول، حيث يخرج أحد أفراد أسرة الفنان أو المقربين منه من وقت لآخر لنفيها، لكنها تعود بسرعة وتتجدد لتطفو على المشهد الإعلامي الفني مرة أخرى. وفي وقت سابق قال الزعيم عادل إمام إنه بخير ولا صح على الإطلاق لشائعات وفاته التي انتشرت منذ وقت قصير عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أنه بصحة جيدة وغاض من تلك الشائعات التي تظهر من وقت لآخر. وعلق القائد: أنا بخير وما فيش أي حاجة والحمد لله. يشار إلى أن عادل إمام الذي يحتفل بعيد ميلاده 80 في العالم العربي نجح في كتابة تاريخ فني مستقل من خلال عدد كبير من الأعمال الفنية التي يتعلمها الجميع خلال سنوات عديدة، بعد أن أصبح الزعيم بمثابة مدرسة فنية يمكن لأي فنان أن يمر من خلالها. ليلى بكى فيها الزعيم عادل إمام بسبب مصطفى متولي. كثيرة هي الأعمال التي جمعت الزعيم عادل إمام بالراحل مصطفى متولي الذي يمر اليوم 5 أغسطس ذكرى وفاته. وتوفي متولي بعد انتهاء إحدى ليالي المسرحية يوم 5 أغسطس من عام 2000 في خبر شكل صدمة لكل فريق العمل والوسط الفني أجمع. في 4 فجرا وصل خبر وفاة مصطفى متولي للزعيم عادل إمام ليسرع إلى المستشفى بصحبة فريق عمل مسرحية بودي جارد. وتساءل أبطال المسرحية ما مصير الليالي المقبلة من العرض دون الراحل مصطفى متولي. الإجابة كانت لدى زعيم عادل إمام الذي فاجأ الجميع بقرار استمرار عروض مسرحية بودي جارد وإسناد دور مصطفى متولي للفنان محمد أبو داود بعد بيع كل تذاكر الحفلة. ومع أول ظهور لأبو داود على المسرح بكى الجميع لتذكرهم الراحل مصطفى متولي، وارتبك أبو داود كيف لا يضع فرصة للحزن على صديقه ويقف في اليوم التالي مستوليا على مكانه. لكن كان رد عادل إمام: مشاركتك أنقذ موقفه. وقال في أحد لقاءاته التلفزيونية: لو رجع الزمن بي كنت هرفض. واندهش الجميع من موقف عادل إمام وقدرته على استكمال عرض المسرحية بدون مصطفى متولي، إلا أن الزعيم كان يخفي حزنا مدفونا بداخله، فمع آخر مشهد في العرض رفض عادل إمام الختام بأغنية بودي جارد، وفور دخوله إلى الكواليس صرخ: أنت فين متولي؟ ليدخل بعدها في نوبة بكاء. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات: ما هو سر مطاردات الشائعات للفنان المصري عادل إمام؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.